أوجه الدعوة إلى وزارة العدل بالعمل بالتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية بوضع آليات فعالة لمنع حالات التعنيف ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها، وعلى وزارة الداخلية العراقية تفعيل مديرية حماية الأسرة والطفل وشعبة المرأة في الشرطة المجتمعية. لقد وجهنا سابقاً خلال هذه الحكومة بتفعيل قسم شؤون المرأة وتمكينها في كل مؤسسات الدولة. المرأة في العراق تشكل أكثر من 50%، وعليه يجب تكون حصتها ودورها في المشاركة لا يقل عن حصة مشاركة الرجل. وهنا يجب أن نشيد وأن نثمن دور مجلس القضاء الأعلى في إعادة محاكم الأسرة. أدعو البرلمان المقبل إلى تشريع قانون حماية الأسرة التي قدمت الحكومة، وأيضاً قانون الابتزاز الإلكتروني الذي تعد النساء أكبر ضحاياه مع الأسف الشديد. وعلى وزارة التربية والتعليم العالي والثقافة أن تعمل بمشاريع ومبادرات تربوية وثقافية مشاركة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. أقول لكم بكل صراحة، لا يمكننا أن نكون فعالين وأعضاء في مجتمع في مستوى مصافي الدول المتحضر دون معالجة العنف الأسري، حيث أن بناء الإنسان هو الحجر الأساس في أي مشروع تنموي، والمرأة عمودها الفقري.